الأهلي مش بس نادي رياضي، الأهلي كمان نادي اجتماعي. الحفلات الفنية والغنائية جزء من نشاطه. أخواتي رحمة الله عليهم كانوا أعضاء في النادي الأهلي، والنادي الأهلي في ذلك الوقت بدأ وهو يجمع الكثيرين من الطبقة المثقفة وكل من هو هاوي أدب أو تمثيل أو شعر إلى آخره. وهناك شهدت لأول مرة ما أذهلني وما حببني المسرح أكثر، شهدت بعض كبار الهواة اللي اشتهروا فيما بعد، أمثال المرحوم محمد تيمور والمرحوم محمد عبد القدوس والمرحوم محمد عبد الرحيم وفكري أبازة وعبد الله فكري أبازة وداود عصمت. كل هؤلاء كانوا بيكونوا باقة من الورود لتقيم هذه الحفلات في أيام اللي يحييها النادي الأهلي في الليالي السنوية بتاعه. يعني نشاطاتهم كانت من خلال النادي الأهلي فقط؟ من خلال النادي الأهلي أولا. لما الأهلي بدأ يقيم حفلاته الفنية للأعضاء ما خطرش على بال مؤسسيه إن هيجي يوم يستخدم الحفلات الغنائية في خدمة الوطن وضد التدخلات الإنجليز. سنة 1944 الإنجليز كانوا فرضين حصار إعلامي صارم على الملك فاروق لأسباب سياسية. مصطفى أمين وفكري باشا أباظة، فكري باشا أباظة كان رئيس لجنة فنية، مصطفى أمين كان المساعد بتاعه، فكروا في مساعدة ملك فاروق في كسر هذا الحصار. إزاي؟ يوم 17 سبتمبر 44 كان ليلة عيد الفطر، وكان في ليلة عيد الفطر حفلة لأم كلثوم في النادي الأهلي، فقرر مصطفى أن يأتي الملك فاروق إلى الحفل في اللحظة اللي بيتقدم فيها الست أم كلثوم على خشبة المسرح، فاضطر مذيع الحفل أن يقول ودخل الآن جلالة الملك. وصل للنادي الأهلي في توقيت بداية الحفلة بالضبط، دخل الصالة والمذيع أعلن وصول الملك فاروق. طبعا الحضور الجمهور الحاضر سقف وهتف للملك، لأنهم كانوا عارفين أنهم بيردوا على الإنجليز مش مجرد أنهم بيحيوا الملك، ده كان رد مش الإنجليز هم اللي يفرضوا على ملك مصر أن يقال اسمه أو لا يقال، المصريين هم الذي يحددوا ذلك.